السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم، نسمعوا الخوت هذه صوتيات وتسريبات صوتية كنتكلم فيها مع وحدين عناصر البوليزاريو على أخبار انتشرت قبل ساعات من الآن هلاك عدة عناصر من البوليزاريو على مقربة من الحدود الموريتانية، وقيل ويقال على أنهم كانوا في سيارات مدنية وهم مدنيين وبينهم واحد عسكري من ميليشيات البوليزاريو. ما هم عزل إلى جهنم وبئس المصير، ما هم عزل، ما الله، ما هم عزل، داخلين مناطق عازلة مصنفها البوليزاريو منطقة حرب على المغرب، وذا كامل ما يغالطنا نعرفوا البوليزاريو وجبناء يستعملوا السيارات المدنية، وهذا بعد ما هم مدنيين شي من الجيف إلى جهنم وبئس المصير. السلام عليكم كلنا موريتانيا الحبيبة، إلى جهنم اللانت وبئس المصير وبيك، والله 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 العظيم المقيم، إلا مدنيين ولا فيهم عسكري واحد، بالله الاسم عظيم. تكلم إن إحنا اللي فراد من عائلتنا. مرحبا الحين ما شفت هي منطقة حرب واللي ظهر فيها لا يخبط حقبال. إيوا ذيك المنطقة اللي خبط عندهم مالي 75 زي كلام الأراضي الصحراوية، وذي اللي ماتوا فيها نهارهم ذي الشلوح على منطقة صحراوية. إذا المقاربة خبطوا على الأراضي الصحراوية وقريبة الفول هذيك مناطق صحراوية وأقزو مال وتاقزو مال تلا مناطق صحراوية، ومية مال جبهة علتها عنها مناطق، هي مدد الجبهة اللي تقول على أنها لهي تهدد المستثمرين، هي ما قدرت تحمي المنقبين وتهدد المستثمرين. هذا بعد متنافي، قطعا عنه متنافي. مرحبا الحيمات، شوف اولا خبطوا الوتات المدنيه، يعني قياده النواحي تستعمل الوتات المدنيه، وهذا المقارب على اطلاع به، ويستعملوا استطلاع الوتات المدنيه للاستطلاع، وهذا المقارب على بالهم به ما خالق وقيده تحرك فما هم عالمين به. ثانيا الكمائن، الكمائن المدنيين وارك حالا كمائن اللي ترفد الامداد للنواحي، جرارات مدنيه، ما هي مسبوقة سباقة عسكر ولا شيء، جرارات مدنية. وكلارو تخبط بعض جرارات مدنية، وذا اللي رافدة ما معروف شنو، وذا اللي بوشان قد يعود ذا خاير، قد يعود تموين، قد يعود قاع لهم صاحف، يا غير من عارف ليش شيء جرار مدني وماشي في ذيك الأرض. ذيك الأرض كاملة من عند العيب التيلي ماشي مع ذاك جنس كامل، جايز ديك المنطقة كاملة حد دخلوا إلا ظالم راسه. السلام عليكم ورحمة الله، كلنا موريتانيا الحبيبة. هذا بالنسبة يقعدوا المواطنين داخلين حدود المغاربة، عند المغاربة الحق يخبطوهم، واللي يقعدوا الصمام داخلين حدودهم ذاك الرواية اللي يخرج فيها تحقيق وتنعرف، ويقعدوا المغاربة يوبخوا عليهم قال بعد ما يتواصل، يا غالي تعود منطقة محذورة وفيها طياير المغاربة ويخبطوا رقاش تخلي ديك الارض، هاي مشكله ستان بروبليم. ما انا الروايه راجعه على المواطنين مالتهم بليده كامله حدوديه مالتهم يقربوا منها، بيدي مشكله بين الصحراء والمقاربه ومتضايقين على التراب، وهذا ستان غران بروبليم. والمقاربه طيارهم في السماء، ما انا الروايه خطيره، ولي درون اللي يلزق انه خطيرين، واللي درون تفو بيهم وعد رجال عنده درون يشقلها من كازا ولا من الرباط، وراعي في اللي كامل يحرك يخلطوا.